سياسية حقيقية، وما هي مواصفات هذه الحياة وشروطها كما ترين؟ مساء الخير سيادة النائب. أولا عايزة بس أوجه كل التحية والإعزاز والتقدير لكلمات حضرتك القوية دايما في حق وطننا الغالي. ثانيا بالنسبة للسؤال بتاع حضرتك، الحياة السياسية في مصر أكيد محتاجة تغيير كبير، محتاجة دم، محتاجة دورة دموية جديدة تدخل للدولة المصرية في ظل كل المشروعات الكبيرة اللي بيقوم بيها سيادة الرئيس. خليني أقول لحضرتك إن إحنا محتاجين قبل التحزب السياسي محتاجين تهذب سياسي. وهنا أنا مش بتكلم فقط على الأحزاب أو الناس اللي بيشتغلوا بالسياسة، ولكن أيضا بتكلم على العامة، على الشعب. محتاجين إن إحنا نعمل تقنين للكلام السياسي. من حق حضرتك طبعا تقول رأيك، من حقي أنا أقول رأيي، من حقنا إن إحنا نختلف مع بعض، لكن في نفس الوقت مش من حقي إن أنا أقول رأيي هدام يأثر سلبا على الوطن. خليني أخذ مثال بسيط في عجالة بالنسبة لكارثة الأمطار اللي حلت، يمكن حضرتك أشرت ليها في الحلقة السابقة بتاعت الأمس. المصريين شافوا إن الأمطار دي كارثة، وهي كارثة طبيعية مهما حصلت فهي بتحصل في دول كبيرة، ومحدش بيقدر مهما حصل إن هو يعني الأضرار بتاعتها ما نقدرش نتجنب. لكن حضرتك أخذت بالك إن اللي تأثر هي المدن القديمة. كنا زمان في افتتاح المدن الجديدة بنهاجم وبنقول طب ليه سيادة الرئيس بيفتح مدن جديدة ويمكن دي تثقل الاقتصاد بتاعنا. على العكس، المدن الجديدة هي اللي ما تأثرتش، وده معناها ان الاحلال بمدن جديدة افضل بكتير واقل كلفة من ان احنا نعمل تهيئة للبنية التحتية بتاعة المدن القديمة. هرجع بقى للحياة الحزبية، وحضرتك عارف طبعا سيادة النائب احنا عندنا اكتر من 100 حزب موجودين. فده بيحط قدامي علامة استفهام كبيرة عن ان المية حزب دول اكيد في اهواء شخصية، كل واحد عايز يبقى رئيس حزب وياخد لقب ان هو رئيس حزب، لكن احنا محتاجين الدمج عشان نبدأ ان ما يبقاش فيه تشتت سياسي ويبقى فيه حياة سياسية، يبقى فيه كتلة سياسية منظمة تكون هي الحصانة للوطن. في اعقاب 2011 كانت الكتلة الوحيدة المنظمة هي كتلة الجماعة الاخوان، وده اللي خلانا ان احنا نقع تحت وطئتها في 2013. عشان كده زي ما بقول لحضرتك الدمج ضروري، ولكن لازم يبقى في نفس الوقت يبقى في رقاب على الاحزاب، يبقى مش مجرد ان الاحزاب يعني فرصه ان انا اخد بوليتيكال تايتل كبير، ما يبقاش الحزب هو طريق للبرلمان. طبعا الحزب من حقه ان هو يقدم، وده الدور ان هو يقدم لينا نواب في البرلمان، ولكن ما يبقاش انا داخل الحزب فقط عشان كده. فاحنا عايزين رقابه على الاحزاب، تشوف تقيم الأحزاب دي وتحط في الصدارة الأحزاب اللي بتعمل في الأرض فعلا، زي ما حضرتك أشرت مسبقا وقلت اللي بتكلم الناس في الشارع، اللي بتسد الفجوة ما بين الدولة وما بين المواطن، الفجوة الحوارية، بتجاوب على الأسئلة وفي نفس الوقت بيكون ليها عمل في الشارع. شكرا لك دكتورة مريان جرجس. وزي ما قالت دكتورة مريان، احنا محتاجين بالفعل أن تكون لدينا حياة حزبية حقيقية، حياة سياسية حقيقية.